أحسن الله إليكم. هذا مستمع من الجزائر رياض المستعين بالله، يقول: يوجد عندنا في المدينة إمام يصلي بنا، لكنه لا يفعل بعض السنن مثل القبض، فهو يستر يديه ومثل الاستراحة، علما أنه يعرف أنها سنة لكنه لا يفعلها، إلى بعض الأشياء الأخرى التي لا يفعلها. فهل يجب علينا اتباع هذا الإمام عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به؟ أم يجب علينا اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعملا بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ نعم، قبض اليدين على الصدر هذا سنة، فإذا تركه الإمام فإن هذا لا يخل بإمامته ولا يمنع من الصلاة خلفه، لأنه تارك كل سنة، ولكن أنتم تعملون بالسنة فتقبضون أيديكم على صدوركم ولو كان الإمام لا يعمل بذلك، أنتم اعملوا بالسنة. وأما أنه لا يجلس للاستراحة، جلسة الاستراحة الجمهور على أنها غير مشروعة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما ثقل عليه الصلاة والسلام، فهو فعلها للحاجة لا لأجل التشريع في الصلاة، الصحيح أنها غير مشروعة. نعم، فالحاصل أن الإمام إذا ترك شيئا من سنن الصلاة فهذا لا يمنع من الصلاة خلفه، ولكن المأموم يأتي بهذه السنن. نعم.